بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض اللي احنا وقفنا عنده. كده احنا شوف بس احنا عملنا ايه لحد كده. تمام، هنيجي بقى نشوف الشجر والسحاب والحاجات دي عشان نكمل بقى ايه المشروع بتاعنا. من اول فين التري؟ اهي من اول هنا، دي اول واحده، ننزل تحت كده لحد هنا، ده كل التري الموجودة هنا. تمام، طيب دول اولا هنخلي الانكور بوينت بتاعتهم من تحت. خلاص، في هنا الموشن تو، هنخلي الانكور بتاعتهم كلهم كده من تحت. طب احط لكم السكريبت ده برضو لو حبيتوا استخدموه، تمام، ما حبيتوش استخدموه عندكم البان بهايند تول برضو هننزل بيها لكل واحده كده، هننزل الانكور بوينت بتاعتها نخليها من تحت. طيب كده احنا هنعمل ايه؟ هنقول برضو سكيل، خلاص ليهم كلهم كده. تمام، هنيجي من اول هنا، هنيجي من اول هنا كده ونسجل سكيل ليهم كلهم. تمام، لكل الايه، كل التري. نرفع بس كده شوية عشان نشوف من اول فين هما. تمام، وهنيجي نعمل لهم كلهم كده صفر، ونيجي نمشي شوية، خلينا نمشي بشكل منتظم، هنمشي 10 فريم، ماشي نمشي 10 فريم، وهنخليهم ندور شيفت كده، ونخليهم كلهم، سوري معلش درست، خلاص هنمشي 10 فريم كده، ونخلي ده كله 100 100، مش 1000، انا عملت 1000، لا 100 بس. خلاص تمام، وهنمشي بس 3 فريم كده، 3 فريم دي، واحد هنعد بالبيتش داون، ها 1 2 3 كده، 3 فريم، وهنخلي دي تطلع بس 110. تمام، بعد كده هنمشي تاني 3 فريم، 1 2 3، خلاص، وهنخلي دي ترجع 100 تاني، فهيبقى فيها شكل ايه، اهتزاز كده شوية. كي فريم اسيستنس وايزي ايز، هنشوف شكلها كده، ايوه بالمنظر ده، خلاص تبقى كده عشان بس ايه نشوفها كويس. ماشي، ممكن كمان نقف على دول، بدل ما هي 110 نخليها 115 مثلا، عشان خاطر ايه نزود السكيل بتاعها بس سنة، تبان الحركة ان هي طالعة ونزلت وبعد كده ايه طلعت تاني. هنشوف من اول هنا شيفت كده، ننزل لحد اخر تري مع الشيفت، ونقف على الكي فريم ده اللي هو 110 ده، نخليه 115. ماشي، هنشوف كده، ايوه بالظبط. تمام، طيب هنيجي بقى للسحاب، نشوف بس الاول كنترول ايه، نشوف فين بقى الكلاود، اهمت هما تقريبا 5، ادي الكلاود كله كده، دول الكلاود دي بقى، نخلي الجزء اللي فوق يعني الثلاثة اللي فوق دول، ده شيفت مع دي وشيفت مع دي، دي هنخليها في بوزيشن، هنعمل لهم بوزيشن، ومن اول هنا كده بصوا احنا هنعمل ايه كده، المشهد الحركة بتاعته يعتبر خلصت. خلاص، من اول هنا هنسجل دول بوزيشن في نفس مكانهم كده، احنا عايزينهم في الوقت ده في المكان ده، فهنسجل التلاتة كده بوزيشن، ونيجي عند 2 ثانية هنا نطلع دول فوق، يا اما بقى امسك واحدة منهم كده واطلعها كده مع الشيفت لفوق، يا اما اعملها من الواي يعني حرك كده من الواي. خلاص، هاد احنا عملناهم برضو ايزي ايز، نقول له ايه. طيب بس احنا عايزين نعملهم ازاي بقى،
هل نجيبهم يبتدوا سريع بعد كده بطيء، ولا يبتدوا بطيء وبعد كده سريع؟ تعالوا نجرب كده. لو احنا خليناهم يبتدوا، لا انا عايزه العكس، انا عايزه اجرب كده اشوف لو عملت العكس هتبقى شكلها عامل ازاي. يبتدوا بطيء وبعد كده سريع، نشوف كده الشكل. لا شكله وحش صح، شكله وحش. خلينا نرجع كده كنترول زد، نيجي نعمل كده نخليها تبقى سريعة بعد كده ترجع بطيئة. نشوف كده، ايوه كده احلى صح. لازم تقعدوا تجربوا في الحركة لحد لما تحسوا ان الحركة دي هي الانسب للمشهد. ماشي ماشي. طيب هنيجي للاتنين اللي باقيين، كلاود دي ودي، اي اول واحدة واخر واحدة. تمام، دول هنخليها ايه بقى، هنعملها ازاي؟ بصوا دي مش هنعملها مع بعض، هنخلي دي الاول نقول له بي بوزيشن، هنخليها كده هنا من اول هنا كده هتبقى في نفس المكان ده، وبعد كده نطلع نرجع بقى لورا شوية لما تكون دول بيبدأوا ينزلوا كده، نروح مخلينها تيجي في اتجاه ال كده، هتيجي من بره لجوه. خلاص هنقربها بس شوية عشان تبقى ايه اسرع. تمام ماشي. بس دي برضو هنعمل لها برضو نفس الحكاية، وممكن نجيبها كده شوية. معناها ايه بقى اللي انا عملته ده؟ تبقى سريعة جدا في الاول، حتى لو هتلاحظوا كده لو احنا قربنا شوية بس بصوا هتيجي سريعة من بره اهي، دي بداية الحركة بتاعتها من بره هنا دي، خلاص هتيجي سريعة جدا بعد كده تخش على بطيء. شايفين النقط دي؟ احنا وقربنا كمان شوية شايفين الدوتس دي، الدوتس دي الفريم. بصوا هنا قريبة من بعضها ازاي، وشوفوا هنا بصوا بعيدة عن بعض ازاي. فهو ده اللي احنا عايزين نعمله. حتى بصوا هتبقى عاملة زي الحركة اهي. خلاص طيب هنيجي نشوف التانية. التانية نخليها ايه، تبقى في نصها يعني، بلاش تبقى يعني مثلا جاية معاها في نفس الطريق. دي برضو هتبقى بي بوزيشن، وهنعملها زي انا بقى هتبقى عكس بقى يعني ايه، دي هنخليها ايه هي مكانها هنا، خليها هنا كده، بعد كده هنرجع هنا كده شوية ونخليها تخرج برا الناحية دي. خلاص كده برضو ايزي ايز. تمام، وهنيجي نعمل، احنا جربنا العكس دي صح، برضو هنعملها كده. خلاص نشوف كده ماشي. طيب فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الاتنين دول. الاتنين دول بقى عايزين نعملهم ازاي؟ ديسك ده وفين التاني؟ الديسك التاني فين؟ ده ماشي، هو ده مش عارفة اسمه، ده تغير ليه؟ طبعا بغير الاسم بالانتر. طيب ده وده، طب دول بقى نعملهم ازاي؟ يعني لو عملناهم بنفس الحركة بتاعت السما يا اما نعملهم نفس حركة الشجرة. طب بصوا احنا ايه، هنكبر بس كده، هنجرب مع بعض. بصوا احنا في الكورس ده بنحاول ان احنا نفكر سوا، يعني مش ان احنا عندنا فكرة معينة بنحاول ان احنا ننفذها
بص لو عملت واحدة، يعني لو عملت اول واحدة دي مثلا كده، هخلي الانكور بتاعتها تحت خلاص، وهنيجي نعمل لها، هنيجي نعمل لها سكيل، هنقول له مثلا سجل كده، وهنيجي هنا قبليها كده بشوية ماشي، وهنقول له خلي دي بصفر تمام. بس هنا هنعمل حاجة اسمها easy ease out، هنشوف كده. بصوا بقى عاملة ازاي، بصوا هنا عاملة ازاي، ده الكي فريم لو احنا عملناه لو رجعنا كنترول زد وعملنا دي كده، هنشوف هتطلع عاملة ازاي. بصوا شايفين الحركة، بصوا عاملة ازاي، بصوا حلو ماشي. هناخد التانية نعملها نفس الحكاية، ممكن ناخد نفس الكي فريم دول ولا اقول لكم تعالوا نعملها، تعالوا نعملها نفس الطريقة كده. هندوس برضو سكيل كده، ده صفر، وهنيجي نمشي شوية كده نخليها هنا في نصها تبقى دي 100 خلاص، وهنيجي نعمل ايزي ايز. طب لو عملنا ايزي ايز ان هتبقى شكلها عامل ازاي، نشوف برضو، ما احنا لازم نجرب. افتر افكت اذا ما حاولتش ان انت تبتكر فيه مش هتوصل للي انت عايزه. بصوا دي مختلفة شوية عن دي، بصوا دي طالعة هادية ازاي، دي طالعة مرة واحدة. طب نرجع بقى كده عشان نشوف احنا عملنا ايه، ماشي. ودي مختلفة عن الحركة دي، انا بنوع لكم في الحركات بحيث ان انتوا لما تيجوا تشتغلوا بعد كده المشاريع لوحدكم تعرفوا ازاي تبتكروا في الحركات، ما تبقاش حاجة كده سيستماتيك، حاجة كده ثابتة تمام. طيب فاضل لنا ايه، فاضل لنا العربيات والتحريكة خلاص ماشي، دي هتبقى امرها سهل ان شاء الله. هنشوف بقى ايه، ناخد اول عربية من الناحية الشمال دي، هي فين يا ترى؟ كار 3. طيب كار 3 معاها اللي هي الاتنين عجل دول ماشي، دول خلاص. هنيجي نقول بوزيشن وشيفت مع روتيشن خلاص، وايه كمان بس كفاية ماشي. لما نمشي كده طب بصوا هي ايه، عشان بس هنا تبقى فيه حاجة، خلينا لحد هنا وهنسجل البوزيشن وهنسجل الروتيشن للعجل بس لكن مش للعربية خلاص، يبقى العربية مش عايزين فيها غير البي فقط، البي بس، لكن العجل هنستخدم فيه هنستخدم فيه الروتيشن. هنا هنقول بالنسبة للبوزيشن بتاع العربية مع دول كده، هنقول لهم اطلعوا بره خلاص، كده طلعناهم بره تمام. تمام طيب، بس هنا عايزين نخلي العجل يتحرك، هو كده هيجي هنا، هتيجي هنا وهتوقف على فكرة، عشان هنا الروتيشن بصفر، بس هنا عايزين نخلي العجل الويل دي ودي يتحركوا مثلا حركة او يلفوا لفة كاملة الاتنين. هنشوف كده احنا عملنا ايه، طبعا انتوا مش شايفين قوي حركة العجل صح، اهو جاي من بره، بصوا جاي من بره بيلف، بس هو بيلف انهي اتجاه، ده بيلف عكس عقارب الساعة
احنا عايزينه يلف يعني مع عقارب الساعة. يبقى هنا هنخلي الروتيشن ده كده، هنخليه ماينس واحد، ودي نفس الحكاية ماينس واحد تمام، عشان يلف مع ايوه كده بالظبط. ليه اصلا وشها كده زي العجلة هيلف الناحية التانية؟ تمام كده. دي ممكن نبعدها ورا شوية، ودي ممكن نقدمها لقدام شوية. هنا على فكرة احنا ليه ما خليناش تمشي كده وتعدي الناحية التانية؟ عشان في قدام عربية تانية، لو كان الطريق فاضي كان ماشي، بس هنا ممكن نخليها توصل لمكان ابعد شوية من هنا. يعني فين البوزيشن بتاع دي مع دي مع دي؟ بوزيشن نخليه يطلع، لا سوري انا جيت في الواي، معلش كده يطلع لقدام شوية. خلاص كده كل دول ايزي ايزي. ماشي، هنيجي نشوف العربيتين التانيين وبنفس الطريق. طيب العربية دي اللي هي 2 وفوقيها دي بقى 3 عجلات. طيب ماشي، بصوا انا عايزة هنا اقول لكم على حاجة. بصوا العربية دي ال3 عجلات دول كده، ال3 عجلات دول شيفت، الثلاثة دول تبع العربية دي. طيب انا عايزة بدل ما اقعد امسك الثلاثة او امسكهم كلهم عشان خاطر احركهم مع بعض، لا انا عايزة امسك حاجة واحدة احرك الحاجة الواحدة دي اللي الباقي كله يتحرك معاها. ده حاجة اسمها البيرنت والتشايلد في الافتر افكت. بصوا احنا دلوقتي هنعمل دي الكار دي، هنيجي ناخد ال3 عجلات دول ونقول لهم بتاع الشكل الحلزون ده، هنقول لهم انتوا تبع الكار دي، او انتوا هتبقوا تشايلد او الكار دي هي البيرنت بتاعتكم، دي المعلمة بتاعتكم بمعنى اصح. يعني دي لو انا عملت لها بوزيشن دلوقتي ومشيت، سوري معلش، ومشيت كده هتمشوا معاها، لازم تحترموها، ما تمشوش من غير ما هي تقول لكم كده يعني بالبلدي يعني. خلاص طيب، في نفس الوقت دول انا هعمل لهم روتيشن، فبالتالي انا هخليهم يتحركوا حركة منفصلة هم لوحديهم اللي هو الدوران، تمام اللي هو كده، ودي هتتحرك بوزيشن. وهنرجع كده لورا شوية، هنخلي الاخت دي ترجع لورا. يوه مش عارفة ايه حكاية الواي معايا النهاردة، ترجع لورا كده شفت، ونخليها تطلع ورا المشهد خالص كده تمام. وهنقول العجل بتاعها هتتحركي برضو عكس عقارب الساعة، يعني ماينس واحد للكل بقى تمام، لكل الايه العجل. هنشوف بقى كده احنا عملنا ايه. طبعا هي اسرع عشان هي اكبر. بصوا جايه من وراها حتى ازاي، تمام كده مظبوط. حلو، ناخد ده كله كده ونقول له ايزي ايزي. حلو جدا، فاضل الحلوه الصغننه دي. بصوا هنعمل نفس الحكايه. بصوا انا عملت دي الطريقه وعملت دي الطريقه عشان تعرفوا ان في طرق مختلفه للانيميشن. هنيجي نشوف اللي هي الاخيره دي اللي هي رقم 1، ماشي معاها فين التانية بتاعتها؟ ده اهي معلش دي كده. خلاص دي هنعملها برضو نفس الحكايه، هنخلي الويل دي مع دي
نقول لهم البيرنت بتاعتكو او المعلمة بتاعتكو هي القارة رقم واحد دي. خلاص دي بقى وشها فين بس عشان انا ساعات بنسى، وشها كده يعني هتيجي عكس اللي احنا عملناه. بالتالي هجيبها من هنا واقول بي بوزيشن، واجيب دول مع دول كده واقول له روتيشن. تمام هنسجل الاتنين روتيشن ونسجل البوزيشن، وحتى ممكن نأخرهم كمان شوية لورا كده عند 4 مثلا، عند 4 ثواني، عند 4 ثواني كده. تمام ونيجي هنا عند 3، هنخلي طبعا هيلفوا دي بقى هتلف. هنشوف كده لما عمل، لو عملنا واحد بس هنجرب والله يعني لازم نجرب. تمام هنشوف هتلف ازاي، وهنخليها تخرج لان هي هتيجي من بره. نشوف كده الدوران بتاعها، ايوه تمام صح، ايوه بالظبط مظبوط. ممكن نجيبها هنا كده شوية بحيث انها تمشي معاهم، تبقى هي ايه يعني بطيئة شوية. بس هنا البوزيشن ده عايزين نجيبه، البوزيشن ده هو ده عشان تبقى جوه المشهد ده، عايزين نجيبه لقدام كمان شوية يعني ما تبقاش كده يعني، خليها تيجي. اه شوف انا عملت ازاي، العجل العجل سبقها. طب هو ليه على العجل سبقها كده؟ اه شفته. اه لا بس هي دي برضو دي ودي بيرنت بتاعتهم دي صح، فبالتالي لو انا حركت دي مش عارفة ال 18 ده ساعات بيعمل حاجات عجيبة فعلا. نسخة ال 18 مش عارفة فيها مشكلة يعني، ال 17 مبيعملش كده، ما بيهنكش التهنيك ده. ايزي ايزي اوكي كده احنا يعتبر خلصنا الشكل دوت المنظر ده. تمام المحاضرة الجاية ان شاء الله هنشوف بقى الكاركتر، ونشوف بقى هنقدر نعمل فيه ايه ونحركه ازاي، ومش هنحركه كله باللي انتم متخيلينه عشان بس ايه نبقى ماشيين كده واحدة واحدة. احنا هنحرك منه حاجات بسيطة عشان بس تبقى دي كبداية، لكن هو نفسه هنحتاج له محاضرة منفصلة لوحده يعني. تمام يا رب يكون الدرس بسيط وسهل ان شاء الله، وياريت اشوف تطبيقات، ولو في اي سؤال ان شاء الله انا موجودة تحت امركم. اشوفكم ان شاء الله المحاضرة الجاية على خير. سلام عليكم.